السلام عليكم عزيزاتي وبناتي في كلية فلسطين للتمريض. اليوم إن شاء الله حناخد، المرة فاتت أخذنا أدوية البيتا بلوكرز، وبدينا في أول دواء في مجموعة النيتريتس. تقريبا حنحكي نفس الكلام اللي حكينا المرة اللي فاتت بس في دواء تاني. حكينا الأيزوزوربيد نيتريت، اليوم حناخد النيتروجليسرين. النيتروجليسرين جينيرك نيم نيتروجليسرين، تريد نيم نيتروجكت. النيتروجليسرين في منه تابلت بتحط سبلينجول تحت اللسان، وفي منه تابلت اورالي بتاخد كود التابلت، وفي منه امبولز. النيتروجليسرين تريد نيم نيتروجكت دراج كلاس انتي انجينال نيتريت، هو عبارة عن نيتريت يستخدم كأنتي أنجينا المضاد للذبحة الصدرية، اللي فاكرين قلنا هي عبارة عن عدم وصول دم كافي عن طريق الشرايين التاجية إلى عضلة القلب. فقلنا إنه النيتريت بتعمل فازو دايلاتيشن للأرتز. الثيرابيوتيك أكشن ريلاكس فاسكولار سموث مسل with resultant decrease in venous return، بتوسع لنا أو بتعمل ارتخاء في العضلات الملساء تبعت الأوعية الدموية، وبينتج عنها نقص في وصول الدم الوريدي عن طريق السوبيريور والانفيريور فينا كيفا، وهذا بينشأ عنه انه بيوطأ الضغط arterial blood pressure decrease. This reduce left ventricular workload، بينشأ عنه انه left ventricle بقلل الورك لود عليه، لانه بصير في انبساط وبصير قادر على ضخ الدم المؤكسد الى جميع انحاء الجسم. ديكريز ماي كارد الاكسجين كونسبشن، لانه لما مع الفازو ديلاتيشن الهارت ريت بيوطى، فبيؤدي لانه القلب باحتياجه للاكسجين بقل. انديكيشن النيتروجليسرين في انه سبلينجوال في حاله الاكيوت انجينا، في حاله النوبه او حدوث نوبه الذبحه الصدريه، في منه اورال سستيند ريليز، في منه اورال سستيند ريليز يعني الحبه بتنبلع، الحبه هذه الابسوربشن تبعها بيطول، وفي نفس الوقت الديوريشن اوف اكشن بيطول. طبعا هذه التوبروفيلاكسيس اوف انجينا، وفي منها توبيكال بتاخذ موضعي عباره عن كريم يا بنات، بيمتص ترانس ديرمال من خلال السكن، هذا بنحط على منطقة الهارت على اساس تمنع حدوث الانجينا. في منه اي في، وقتش بلجأ ادي نيتروجليسرين اي في في حالات اللي ما بتستجيبش للسبلينجوال، الحالات التي لا تستجيب للسبلينجوال نيتروجليسرين. انجينا ان ريسبونسيف تو ريكومندد دوزز اوف ان اوف نيتريت اور بيتا بلوكرز، برضو الحالات اللي انا بعالجها بنيتريت سبلينجوال او بادويه البيتا بلوكرز اللي اخذناها المره اللي فاتت، لكان العيان ما بيستجيبش، فبلجا اعطيه ايش؟ اي في نترو جليسرين. بري اوبراتيف هايبرتنشن، واحد عنده ايش يعني بري اوبراتيف؟ يعني بري اوبراتيف واوبراتيف وبوست اوبراتيف، ما قبل العمليه واثناء العمليه وبعد العملية. العيان يعاني من هايبرتنشن مش راضي ينزل الضغط، فبلجأ أعطي اي في نترو جليسرين. في حالة الكونجستيف هارت فيلير اسوشيتد وذ اكيوت ام اي، عشان احافظ على الضغط تو كنترول هايبرتنشن ديورينج سيرجري. في حالة الكونجستيف هارت فيلير برضه عشان ادي فرصة للليفت فنتريكل ضخ بكفاءة، وفي اللي هي بتكون الكونجستيف هارت فيلير هذا بيكون كومبليكيشن للميوكارديال انفكشن، وبرضه عشان اسيطر على الضغط اثناء العمليات. اخذنا الكونترا انديكيشن نفس الايزوزوربيد نيتريت، نفس الايزوزوربيد نيتريت، فيش فيها اي اختلاف، شرحناها بتوسع المحاضره اللي فاتت. الدوسج قلنا بتختلف من مريض لمريض، بديش اياها. والادفيرس افكت نفس الحاجه، فيش اي اختلاف، نفس الاشي فيش اي اختلاف. النيرسن كونسيدريشن للنترو جليسرين مهمه كتير كتير كتير، انتبهي لها كويس. جيف سبلينجوال بريبريشن اندر ذا تانج اور ان ذا باكال باتش، اتعلمنا المره اللي فاتت وين نحط الحبه. سبلينجوال قلنا 5 ملغ هي نفس معيار او نفس الدوز تبعت النترو جليسرين،
5 ملي جرام نيتروجلسرين بحطها اندر ذا تانك اور ان ذا باكلوتش انكارج بيشنت نوت تو ثولب. بقول لها يا عين اوعى تبلعها. تشيك ذا اكسبيريشن ديت اون ذا بوتل. مهم كثير اتاكد انه الاكسباير ديت لسه ما جاش، انه صلاحيه النيتروجلسرين لسه موجوده. ستور ات روم تمبرتشر، برضه بحفظها في الروم تمبرتشر، يعني لا مكان حار كثير ولا بارد كثير. بروتكتد فروم لايت، ما يكونش الحبوب او الخزانه الادويه موجهه للشمس، عشان هيك بتلاقي النيتروجلسرين في العلبه تبعته مظلم، لونها غامق، فيني او اسود. Discard and use the drug 6 months after bottle is open. اليوم على سبيل المثال مريض عنده انجينا بكتورس واخذ فتح اول اخذ اول حبه من العلبه، بعد 6 شهور لازم يرميها حتى لو ما كانش مستخدمها كلها. Give sustained release preparation with water. اشرب الحبه sustained release هذه الاورالي اللي بدي يبلعها مع الميه. Warn the patient not to chew the tablet or كبسول. ممنوع العيان يمضغها، ممنوع يمضغها. Don't crush this او يطحنها. طب نيجي قلنا قبل شويه في ترانس ديرمال او توبيكال، فاكرينها؟ طب انت الحين عندك شغله في السي سي يو او في العنايه القلبيه وقالوا لك حطي نيتروجلسرين لعيانه توبيكالي او لوكالي، اول حاجه لازم يكون الشست او منطقه القلب تبعت العيان هو الوجع لما بيجي تبع الانجينا. وين بيجي يا بنات؟ ريتروسترنا ورا في الليفت سايد. في الليفت سايد اوف ذا شست على الشق الشمال على مكان القلب من السكند انتركوستال سبيس لغايه الفايف، احنا بنعرف هذه منطقه القلب، فبدك تحط عليها بنسبه 6 6 انش في 6 انش، الانش قديش بتساوي يا بنات؟ 2 سم ونص. 2 سم ونص، فالعيانه بدك طبعا احنا الميل يختلف عن الفيميل، الميل في عنده ايش؟ هير في الشست، له شعر في صدره، فانا بدي اعمل حلاقه للمنطقه هذه، اعمل شيفنج، شيفنج للمنطقه اللي بتدي فيها، عشان لما احط الكريم ما يلزقش في الشعر ويبعد عن الجلد، لان الشعر بيعمل زي عازل، فانا بدي اياه يوصل للسكن كويس عشان يصير له امتصاص. خدي بالك انه البرهم هذا يستخدم كل 24 ساعه مره، يعني بكفي 24 ساعه يمنع حدوث ايش؟ الانجينا اتاك. يبقى administer topical ointment by applying the ointment on 6 في 6 في 6 انش on in a thin uniform layer using the applicator. يبقى اول شيء بنجيب نعمل شيفنج وخصوصا للميل، الفيميل ما بدهاش شيفنج، بعمل تنظيف للمنطقه بميه وصابونه وبجفف كويس وبعدها الكريم كويس طبقة رقيقة، بجيب نايلونة، شفتي النايلون تبع الفايل اللي بنحط فيه الورق؟ بتقصي لك واحدة بتحطيها على مكان ما دهنتي الكريم وبتلزقيها من الجوانب ببلاستر. طب ليش قولي يا مس ليش انت بتلزقيها؟ ليش نحطها؟ ليش ما ندهن ونلبس العيان؟ لا، لأنه النايلون بيعمل دفع. لما انت تلزقي تحطي نايلون وتلزقيه من جوانب فوق كريم بيدي إحساس بالورث بالدفى، فبتساعد على امتصاص الدواء. والحاجة الثانية عشان أنا بدي الدواء هذا يقعد 24 ساعة، ما بديش إياه يروح في الأواعي، بديش إياه يروح في الأواعي. واضح يا قمرات؟ حلو. Cover the area with the plastic wrap، زي ما قلت تو بنغطيها بقطعة بلاستيك وبنلزقها بأدهيسيف بلاستر. هاي تقريبا الحاجات المهمة في النترو إجلسرين. هيك بنكون يا بناتي خلصنا المجموعة الثانية من الأدوية التي تؤثر على القلب والأوعية الدموية. المجموعة الأولى حكينا عنها البيتا بلوكرز وحكينا فيها دوايين، الأتينولول اللي هو النورماتين، والدواء الثاني البروبرانولول اللي هو الأندرال، والمجموعة الثانية مجموعة النيتريتس حكينا فيها الأيزورب نيتريت اللي هو الكورديل، وقلنا خوش جيجو مين النيتروجليسرين، وحكينا في شويات شغلات خاصة بالنيتروجليسرين وضحنا. نبدأ على بركة الله المجموعة الثالثة من الأدوية التي تؤثر على الكارديوفاسكولار سيستم، وهي اسمها الكالسيوم تشانل بلوكرز. مجموعة الكالسيوم تشانل بلوكرز يا بنات الأدوية التي توقف
حركة أيونات الكالسيوم في عضلة القلب والأوعية الدموية. نبدأ على بركة الله، نبدأ في أول دواء. فيها أربع أدوية، حنشرح الدواء الأول بكفاءة بكل ما إله عليه، والأدوية الثانية حناخد اللي بهمنا منها المختلف يعني. أول دواء الجينيريك نيم دلتايزم، دلتايزم هيدروكلورايد، تريد نيم كارديزم، دلتايزم هيدروكلورايد، تريد نيم كارديزم. في منه تابلت وفي منه أمبولات، دراج كلاس كالسيوم تشانل بلوكرز. الدواء هذا يوقف انتقال الكالسيوم في عضلة القلب. الحاجة الثانية في الكلاس تبعته انتي انجاينال، يعني هو مضاد لنوبات الذبحة الصدري. انتي هايبرتنسف، برضو يخفض ضغط الدم المرتفع. تعالوا نشوف ايش الثيرابيتك اكشن. سهل كتير وحلو. انهبت ذا موفمنت اوف كالسيوم ايونز، يمنع انتقال ايونات الكالسيوم في الممبرينز اوف كاردياك اند ارتيريال موسلز، في عضلة القلب والشرايين او الاوعية الدموية. طب ايش بيصير لما ايونات الكالسيوم ما تنتقلش او يوقف عملها في عضلة القلب والاوعية الدموية؟ resulting in depression of impulses formation in specialized cardiac pacemakers. لما الكالسيوم، ايونات الكالسيوم توقف حركتها او انتقالها في عضلة القلب والاوعية الدموية، ينشأ عنها نقص او تثبيط لانتقال الاشارات الكهربية في البيس ميكر تبع القلب. هو البيس ميكر من وين جاء تبع القلب؟ البيس ميكر او الكارديك بيس ميكر سيلز اللي قلنا من الاس اي نود والاف نود المره اللي فاتت، اللي بتبعت الاشاره عشان ينقبض، بتعمل كونتراكشن في الاتريام وكونتراكشن في الليفت سايد اللي في الفنتركل. ايش الناتج؟ سلاوينج اوف فيليستي اوف كوندكشن اوف ذا كارديك امبلس، يمنع او يقلل من الاتصال الشحنات الكهربيه في عضله القلب. يعني بتقلل الهارت ريت، وبتقلل الميوكارديال كونتراكتيليتي، بتقلل الهارت ريت وبتقلل الكونتراكشن اوف ذا هارت، دايلاتيشن اوف كورونري ارتريز اند ارتريوز. عشان هيك بتوطي الضغط وبتضيع قصه الانجينا، لانها بتعمل دايلاتيشن في الكورونري ارتريز والارتريوز. This lead to decreased cardiac work. ما دام صار فازودايلاتيشن وعضلة القلب يصلها دم بصورة كافية، يبقى ليش القلب يزود شغله؟ ليش العيان يخش في تاكيكارديا وارثميا؟ يبقى بيرجع للهارت ريت النورمال ما بين 70 ل 80، يبقى العيان مش محتاج يكون عنده الهارت ريت 150 ولا 120، والقلب ما يكونش في حالة انبساط، القلب ما يصيرش في ريلاكسيشن وخصوصا في الفنتركلز، يبقى اللفت فنتركل مش كنت ما بشيلش فيه ريلاكسيشن في حاله كونتراكشن دائمه، فهذا حيؤدي انه الدم ما يصلش. فلما يقل الكالسيوم ايونز انتقالها ويقل الفيلوسيتي الميوكارديال كونتراكتيليتي نتيجه انه الفيلوسيتي اوف كوندكشن اوف كاردياك امبلسز قلت، يبقى انا هنا اللفت فنتركل بكون دايليتد كويس، منقبض بصوره كويسه، الكارديك اوتبوت كويس، يبقى مش محتاج انه يزيد الكاردياك وورك. يبقى lead this effect lead to decrease cardiac work, decrease cardiac energy consumption. الاكسجين consumption برضه بقل لانه القلب بيشتغل بالراحه. And in patient with spastic angina، حلوه هذه اسمها برينز ميتال انجينا. فاكرين يا بنات لما قلنا في حاله البيتا بلوكرز لا تستخدم في حاله الفاز سباستيك انجينا، وتستخدم في حاله مين؟ الاكزيرشنال انجينا. الاكزيرشنال انجينا الانجينا او الذبحه الصدريه اللي تيجي مع ايش؟ مع المجهود. فاكرين بسميها اكزيرشنال انجينا، بينما الفاز وبتكون ناتجه الاكزيرشنال انجينا على اثيروسكلروزنج في دهون مسكره على الشرايين التاجيه، بينما الفاز سباستيك انجينا قلنا الشرايين نظيفه لكن منقبضه، لكن منقبضه. طب تعالوا نعدد ايش اللي بيعمل الفاز سباستيك انجينا.
زيادة الأدرينالين، هاي واحد. السموكينج أو التباكو. اثنين، المخدرات زي الهيروين والكوكايين تعمل سيفير فازوسبستيك أنجينا. الأرتيريوسكلروزنج كبر السن الإيج بيعمل هاردنس في الأرتيريال وول. في أسباب كثيرة ممكن لو بتتعرض لها مش حنخلص. يبقى كل الأدوية، كل الأعراض هذه أو العوامل هذه تعمل فازوسبستيك أنجينا، فبتعمل حاجة اسمها برينز ميتال أنجينا. برينز ميتال أنجينا، أول ما تسمعي البرينز ميتال أنجينا هي الفازوسبستيك أنجينا، إنه القصة ما هيش أثيروسكلروزنج، تغيرات في جدار الشريان خلت الشريان صلب، أدى إنه بطل منقبض زي أول، فبيعلى الضغط وفيش وبصير كورونري انسفيشنسي، فيش الكورونري ارتري يفوت فيها دم بصورة كويسة لأنها صارت منقبضة مسكرة، فهذا يبقى الدايرتيزم. الدلتايزم هيدروكلورايد أو الكارديزم اللي هو مثال على مجموعة الكالسيوم تشانل بلوكر، بينفع في التو تايب اوف انجينا. النوع الاول الاكزيرشنال انجينا او اللي بسميها ستيبل انجينا، والنوع الثاني الفازوسباستيك انجينا او برينز ميتال انجينا. انكريز ديليفري اوف اكسجين تو مايكارديال سيلز، فبزيد وصول الدم لعضله القلب. واضح ان شاء الله؟ انديكيشن تقريبا عرفناها. مين الناس اللي بتاخذ الدلتا يزم او الكارديزم او المجموعه ككل، مجموعه الكالسيوم تشانل بلوكرز. اول وحده فهمناها الانجينا بيكتورس، الذبحه الصدريه، ادروتو كوراني ارتري سبازم لما بيكون اللي هي فازوسباستيك انجينا، انه الشرايين التاجيه منقبضه، بسميها برينز ميتال فاريانت انجينا، اللي هي الانجينا الغير تقليديه او اللي بسميها اللي هي ناتجه عن انقباض الكوروناري ارتري. افورت اسوشيتد انجينا، يبقى في النوعين بتنفع. الافورت اسوشيتد انجينا هي الاكزيرشنال انجينا يا بنات، اللي بتكون ناتجه عن الاثيروسكلروزنج. العيان بيقول لك والله اليوم رحت على السوق، يا دوب دارنا والله تحتنا السوق، 100 متر مشيت انقطع نفسي، صار عندي صدري بيجعني وصرت سويتي وصرت جنرال ويكنس وانخنقت وقعدت. يبقى هذا بسميها افورت اسوشيتد انجينا او الذبحه الصدريه الناتجه عن المجهود. الكرونيك ستيبل انجينا نفس القصه. ان بيشنت نوت كنترولد باي بيتا ادرينرجيك بلوكينج او النيتريت. يبقى شغل الكالسيوم تشانل بلوكر ومثال عليها الدلتا يزم اشمل من البيتا بلوكرز واشمل من النيتريتس. يبقى المرضى اللي ما بينفعش معاهم البيتا ادرينرجيك بلوكرز او النيتريت بيجيب فيهم مين؟ الكالسيوم تشانل بلوكرز. واضح؟ الاسنشال هايبرتنشن. ما هو الاسنشال هايبرتنشن؟ الاسنشال هايبرتنشن هو الغير معروف السبب، بسميه ايديوباثيك او برايمري هايبرتنشن، اللي بتلاقي 90% من الناس بيصيبها هايبرتنشن غير معروف السبب، بينما في حاجه اسمها سكندري هايبرتنشن بتكون ناتجه عن رينال اور اندوكراين كوز. يبقى هذول لا يستخدم فيهم الكالسيوم تشانل بلوكرز. شوية بس يا بنات. ألو؟ أنا والله شفت المكالمة وما عرفتش مين اللي كنت بسجل في الحلقة. نرجع لموضوعنا. يبقى في حاله الاسنشال هايبرتنشن ارتفاع ضغط الدم الغير معروف السبب او البرايمري النوع الاول يستخدم الدلتايزم، بينما في الانواع الثانيه السكندري والتيرشري لا يستخدم. السكندري قلنا مين هو؟ اللي بيكون اسبابه كدني
ديزيز او اندوكراين ديزيز، والتيرشري النوع الثالث اللي بيكون فيه الفي هو الفيوكروم والسيتوما اللي بيكون فيه الضغط ناتج ارتفاع في ضغط الدم ناتج عن ورم او تيومر في السوبرارينال. الا وقتاش بستخدم بلجأ للبرنترال اللي هو اي في دلتا ايزل، اي في دلتا ايزل. في بعض الحالات المرضيه في القلب تستدعي انه انا استخدم اي في ميديكيشن دلتا ايزل اللي تشكل يعني لا تستجيب او الوضع لا يسمح، توب امرجنسي العيان جايني بين الحياه والموت. زي ايش؟ باروكسيسمال سوبرا فينتريكولار تاكيكارديا. باروكسيسمال سوبرا فينتريكولار تاكيكارديا اللي هي بتبين هذه بالاي سي جي، بتيجي انت تاخذ بلس بتلاقي مش عارف تعده كثير كثير جدا فوق المية، تلحقش تعده وبكون ثريدي ضعيف جدا، لكان زي بسمي خيطي. يعني ايش؟ يعني العيان داخل في سيفير تاكيكارديا وارثميا بين بالاي سي جي. ففي الحاله هذه انت لو سبت العيان حيقف قلبه، لو سبت العيان حيدخل في كارديك ارست، فبتضطر تدي ايش؟ دلتا يزم اي في. في حاله الاتريال فيبريليشن انه الاتريوم منقبض على طول، فانت بتدي برضه نفس القصه اتريال فلتر، الاتريوم منقبض فالعيان هنا الهارت ريت اكثر من 150، وهذه الحالات على فكره خطره. لو انا ما اديتش اي في دلتا يزم العيان بيدخل في كاردياك ارست. هتاخدوها ان شاء الله لما تاخدوا ادلت 3 بتفصيل، وحتى انتوا تتعلموا تقرا الاي سي جي وتفسره، فبتمر عليك الامور هذه بتكون سهله عليك ان شاء الله تتعلمها. كونترا اندكيشن اند كوشن، مين الناس اللي خطر او من موانع استخدام الدلتا يزم؟ اليرجي معروفه، الاليرجي اللي عنده حساسيه للدواء بدهش. الحاجه الثانيه امبيرد هيباتيك اورينال فيلير، عيان عنده الكبد خربان، عند الفانكشن تعبانه تبع الكبد او الكدني فانكشن امبيرمنت. هذول الناس لانه اصلا الدلتا يزم بياثر على العضوين هذول، بياثر على الليفر وبياثر على الرينا. اس 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 هذه حاجه جديده، سيك ساينس سندروم، هي اختصارها بين قوسين سيك ساينس سندروم. شو السيك ساينس سندروم؟ هي السكند والثيرد ديجري هارت بلوك، السكند والثيرد ديجري هارت بلوك. قلنا هذول بدون بيس ميكر، فاكرين لما قلنا عن النورماتين؟ قلنا في حالة السيك ساينس سندروم اللي هي السكند والثيرد ديجري هارت بلوك ممنوع استخدم ادوية، بستخدم بيس ميكر. العيان هان بكون داخل في براديكارديا على طول، فبدي بركب له بيس ميكر عشان يعلي الهارت ريت تبعه يوصله للنورمال. فهنا كونترا انديكيشن، ما بينفعش الدواء على الفاضي. انا لو اديت دلتا يزن بدخل العيان في سيفير برادي كارديا وهو اصلا داخل في برادي كارديا. اللي بعدها زيها سيفير هايبرتنشن، مين السيفير هايبرتنشن؟ هو البرايمري؟ لا، السكندري والتيرشري هايبرتنشن هم اللي بيسميهم سيفير. قلت هان انا بستخدم، هان ممنوع استخدم الدلتا يزن، قلت بستخدمه في حاله البرايمري او الاسينشال هايبرتنشن كارديجينيك شوك and acute MI with cardiogenic shock. عيان داخل في MI، ايش قلنا المره اللي فاتت؟ cardiogenic shock بصير فيها severe hypotension و severe tachycardia، والعيان كل علامات الشك واضحه عليه. ذيل سويتي نو يورين اوتبوت، العيان هنا داخل في شوك. هنا انا بدي اصحح الكارديجينيك شوك، فاكرين الدوبامين والدوبيوتامين؟ بس بستخدم في حاله الكارديجينيك شوك. العيان هذا ما بدوش حاجه من البيتا بلوكر، من الكالسيوم تشانل بلوكر، بده ادويه ترفع الهارت ريت وتظبط الكونتراكشن اوف ذا هارت. حاله اللاكتيشن، الست اللي بترضع قلنا بخاف من السايد افكت على الوليد او ابنها او بنتها، في اللاكتيشن لا استخدم الدلتا يزم، الدلتا يزم لانه الاعراض تبعته خطيره عميل على الطفل. الدوسج بدناش اياها، سايد افكت، سايد افكت او الادفيرس افكت على السنترال نيرفس سيستم، دزنس هيدك. هذه من وين تيجي فتيق؟ تيجي من الهايبوتنشن، من الهايبوتنشن. على الكارديو فاسكولار اديما هايبوتنشن، اديما بريفرال اديما وهايبوتنشن، برادي كارديا
يبقى اخذنا بيرفرال اديما هايبوتنشن وبرادي كارد. انتبهوا منيح انه الدلتا ازم بيعمل هايبوتنشن عشان بيمنع انتقال ايونات الكالسيوم في الاوعيه الدمويه فبتعمل فازو دايلاتيشن، وبرضه بيعمل براديكارديا، مش قلنا بيقلل الكوندكشن فيليسيتي فبيدخل العيان في برادي كارد. على الجي اي هيباتيك انوزيا وهيباتيك انجري، ايش الهيباتيك انجري؟ انفيرمنت ليفر فانكشن، انفيرمنت ليفر فانكشن، عشان هيك قلنا كونترا انديكيشن استخدم في حبه في حاله الهيباتيك انسفيشنسي. نيرسينج انترفنشن، نيرسينج انترفنشن مينيتور كارديك ريثم ريجولارلي ديورنج ستابيلايزيشن اوف دوز. بدي انا ارى الاحظ الكارديك ريثم، العيان داخل في اريثميا ولا نورمال ريثم ريجولار هارت بيتس، وخصوصا وانا بظبط في جرعه العيان، لانه دائما يا بنات المريض اول بيجيني بيكون في حاله سيريس وتعبان، بيكون الدوز عاليه بسميها لودنج دوز. لودنج دوز يعني بدي جرعه كبيره عشان تظبط ويقلل السايز اند سيمبتومز اوف ديزيز، بعدين بظبط الجرعه بسميها مينتنس دوز. مينتنس دوز مونيتور بيشنت كير في البلد بريشر كاردياك ريثم اند اوت بوت، لانه يا بنات اذا العيان بيطلع يورين اوت بوت يبقى الكاردياك فانكشن بدات تتحسن، لانه مين بيوصل البلد بريفيوجن للكدني؟ الهارت. اذا الكاردياك اوت بوت كويس يبقى الكدني بريفيوجن كويس، يبقى اي مريض بياخد دلياتيزم بده فولي كاتيتر، بده فولي كاتيتر عشان اشوف الانتيك والاوت بوت. انشور بيشنت سواليو الهادي اس يا بنات، مش ايرلي اي ار، سستيند ريليز بريبريشن هول دونت كات كراش اور شو ريبورت الريجولار هارت بيتس. وانت بتاخدي الفيتال ساينز انتبهي هل البلس ريجولار ولا لا، شورتنس اوف بريثنج العيان بيقول لك انا مخنوق، سويلنج اوف هاند اور فيت، سويلنج اوف هاند اور فيت عنده اديما في الابر واللور لم، دزنس، كونستيبيشن، هذول علامات من علامات الكونجستيف هارت فيلير. العيان ما بيستجيبش للدواء بالعكس صار عنده كومبليكيشن اللي هي كونجستيف هارت فيلير. ننتبه كويس واحنا بناخذ فيتال ساينز، ننتبه للكومبلين اوف ذا بيشنت. الاعراض هذه اللي قلناها من اعراض انه ديتيريوريشن صار في عند المريض، العيان ما بيتحسن بسوء حال. الدواء اللي بعده نفس الشيء اسمه جينيريك نيم نيفيديبين، نيفيديبين تريد نيم ادالات. في منه تابلت وفي منه كبسول وفي منه امبولات. نفس الكلام فيش أي حاجة جديدة. الانديكيشن نفس الإشي، الكونترا انديكيشن نفس الإشي، بس في حاجة يستخدم بحذر للاكتيتد مدر والبريجنانسي. احنا قلنا كونترا انديكيشن الكارديزم في حالة اللاكتيشن، فاكرين؟ هذا يستخدم الادلات او النيفيدبين بحذر في حاله الست اللي بترضع او الست الحامل. الست الحامل عندها هايبرتنشن، بتشوف كثير ستات عندهم هايبرتنشن اثناء الحمل، بستخدم لها ادلات او نيفيدبين وبراقبها، وبراقبها كويس كيف ضغطها، كيف الكارديك اوت بوت، كيف اليورين اوت بوت، براقبها. الدوز بدناش اياها. السايد افكت نفس القصه. النيرسينج انترفنشن ما فيش جديد. الدواء اللي بعده جينيريك نيم فيرابيميل، فيرابيميل هيدروكلورايد تريد نيم ايكا كور، تريد نيم ايكا كور جينيريك نيم فيرابيميل هيدروكلورايد. في منه تابلت وفي منه امبولز، في منه تابلت وفي منه امبولز. جينيريك نيم فيرابيميل هيدروكلورايد تريد نيم ايكا كور. نفس الحاجة فيش أي جديد بالنسبة لإله، بس كالسيوم تشلب لوكر أنتي أنجالي أنتي أريثميك، ما فيش حاجة جديدة. أنتي هايبرتنس نفس الترابيوتيك أكشن. الإنديكيشن نفس الحاجة فيش أي جديد.
مش حاجة. آخر دواء بدنا نشرحه في مجموعة الكالسيوم تشانل بلوكرز، بتسمعوا بالكونكور أو الأميكور، أكيد سمعتوا فيه في المستشفى أو حد في البيت بياخده. جينيريك نيم أميلو دبين، أميلو دبي، أميلو دبي، أميلو دبي. أميكور تريد نيم أميكور. الأميكور تابلت فقط، الأميكور تابلت فقط. في شوية شغلات بدنا ننتبه إلها كويس. الكلاس نفس القصة، كالسيوم تشانل بلوكر، انتي هايبرتنشن، انتي انجينا، الثيرابيوتيك اكشن زي اخواته، فيش اي تشينج. الانديكيشن نفس الاشي، بس السايد افكت بتختلف يا رنا. الادفيرس افكت انتبهوا لها، في له شغلات سبيشال. الاميلودوبين او الاميكار على الكارديو فاسكولار اريثميا، بالرغم انه بعالج الاريثميا، لكن في حالات بتحصل عندها اريثميا. براديكارديا، شيست بين، سينكوب، هايبوتنشن. يبقى اخذنا الاريثميا، براديكارديا، شيست بين، سينكوب الاغماء، وبوستشر الهايبوتنشن اللي هو انخفاض الضغط الفجائي. على السنترال نيرفس سيستم في له حاجات، بيعمل نيوروباثي، بريفرال نيوروباثي وتريمور. يعني ايش البريفرال نيوروباثي؟ مشاكل في الاعصاب الطرفيه، مشاكل في الاعصاب الطرفيه. المريض ممكن ما يصيرش يحس باطرافه، يقول لك بحسش باطرافي، ممكن يقول لك عندي بيصير عندي حراره او بيصير عندي بروده، مره سخنات ومره بردات، بحسش فيهم، بحس فيهم تنجلنج او نمبنس، خذلان او تنخيص زي تنخيص الابر. هذه الشغلات بسميها بريفرال نيورو باثي. او التريمر، بقول لك بيصير عندي رجفه، بيصير عندي رجفه. هذه خاصة بمين؟ بالأميلودوبين أو الكونكور أو الأميكور. الجي آي بيعمل أنوركسيا، فقد الشهية، ديسبيبس، ديسفاجيا. إيش الديسفاجيا؟ الانوركسيا، قلة الأكل. بنكرياتايتس، التهابات البنكرياس. هنا إيش سبب التهاب البنكرياس؟ induced drug induced بنكرياتايتس. الدواء أثر على وظائف البنكرياس، عمل التهاب في البنكرياس بسبب الدواء، مش فيرال مثلا أو أي سبب ميكروبي. جنجيفال هايبربليزيا، هذه برضه خاصة بالأميلودوبين أو الأميكار، إنه العيانة بتقول لك اللثة تبعت الضخمة، القم اللثه بتتضخم وبتنزف، لثه بتتضخم وبتنزف، لما باجي افرش اسناني او اكل حاجه صلبه بتلاقي اسناني بنز دم من اللثه، هذا بسبب الدواء. طبعا الليرجيك رياكشن عند الناس اللي عندهم حساسيه. على الريسبيراتوري بتعمل ديسنيا، ضيق النفس. على السنسز باكثر شيء تاثيرها على العينين، ابنورمال فيجن، ابنورمال فيجن، بيصير اللي هو مشاكل في النظر. على الميتابوليك اند نيوتريشنال هايبر جلايسيميا، بتعمل زياده في السكر، زياده في سكر الدم، يعني ممكن العيان يطور ديابيتس، يصير ديابيت كبير. على الهيماتوبايوتيك اللي هي على البلد، بتعمل بيربرا اللي هي نزيف تحت الجلد زي وخز الابر، زي النقط بكون، او ثرومبوسايتوبينيا نقص في الصفائح الدمويه. مين الناس الممنوع تاخده؟ كونترا انديكيشن، هايبر سنسيتيفيتي، سيفير رينال او هيباتيك اند بيليري سيروزز، العيان اللي عنده مشاكل في الكبد ممنوع، والناس اللي عندهم دايابيتس ممنوع عشان بيعمل هايبر جليسيميا قلنا، والناس اللي عندهم رينال امبير. سكند اند ثيرد تريمستر اوف بريجنانسي ممنوع، احنا بنعرف انه البريجنانسي 3 تريمستر، فيرست تريمستر اول 3 شهور، سكند تريمستر الشهر الرابع والخامس والسادس، الثيرد تريمستر السابع والثامن والتاسع. في الجزء الثاني والثالث ممنوع من عند باتن العيالة تاخذ أميلودوبين او اميكور. سيفير هايبوتنشن، واحد ضغطه واطي مش ناقص، او اعطي له ضغطه بزياده. في حاله الشوك، الكارديوجينيك شوك اللي هي الصدمه اللي بتكون ناتجه عن القلب.
اللي بيكون فيها هايبوتنشن هو ايش؟ برادي تاكيكارديا. هذا بدناش اياه. نيجي للنيرسنج انترفنشن. Administer sustained release in the morning with food to decrease GIT upset. ادي الحبات الاميكار بتتاخذ الصبح بدري مع الاكل. Protect IV solution from light. Monitor the patient with renal or hepatic impairment. الناس تعبانه كلويه بدنا نديها بحذر. هيك بنكون خلصنا محاضرتنا اليوم. يعطيكم العافية.